أهلا بكم. تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقييم أوضاع البنك المركزي اليمني يكشف عن فساد واختلالات مالية، خصوصا فيما يتعلق بسياسة البنك وتدخلها بسوق الصرف. مئات الملايين من العملة الصعبة من الوديعة السعودية لا أحد يعرف مصيرها، ناهيك عن المليارات من الريالات تذهب هدرا نتيجة عمليات المصارفة بأسعار دون سعر صرف السوق. يتساءل معدو التقرير عن الشفرة التي تتكئ عليها قيادة البنك المركزي والتي تدفعها للتمرد على الدستور والقوانين وارتكاب كل هذه التجاوزات المالية، بل ورفض قيادة البنك المركزي التعامل مع اللجنة والسماح لمؤسسات رسمية حكومية بممارسة عملها بما فيها الجهاز المركزي للرقابة بمراجعة أنشطة البنك. رغم أن هناك قضايا فساد منشورة عبر وسائل الإعلام وبعضها وصلت إلى النيابة المختصة بالأموال العامة، وهذا التقرير الذي أورد اختلالات وتلاعب بأموال اليمنيين تصل لمئات المليارات خلال 4 أشهر فقط، فما بالنا ب7 سنوات حرب على هذا المنوال. رغم كل ذلك، لماذا تغض قيادة الدولة من حكومة وبرلمان ورئيس الدولة الطرف عن هذا الفساد؟ بل ولماذا طلبت قيادة البنك من الرئيس هادي بالتدخل العاجل باستخدام صلاحيته الدستورية والتوجيه بإيقاف هذه اللجان التي تحقق وتدقق في حسابات البنك؟ بعد تقارير محلية ودولية تتحدث عن فساد واختلالات مالية في البنك المركزي، كلف رئيس مجلس النواب لجنة برلمانية للتحقيق في هذه المزاعم ومراجعة آليات عمل البنك. اللجنة التي بدأت عملها مطلع العام الجاري كشفت في تقريرها الختامي الذي سلمته لرئاسة المجلس في 20 مارس الماضي عن اختلالات مالية وإدارية رهيبة تكشف مدى بشاعة استغلال الوظيفة العامة، خصوصاً في زمن الحرب والمجاعة التي تمر بها البلاد. في بدايته تحدث التقرير عن رفض قيادة البنك مقابلة اللجنة البرلمانية رغم المحاولات الرسمية وغير الرسمية لمقابلتهم، ولعل هذا المدخل يكشف كثيراً مما سيتناوله التقرير لاحقاً. بشأن الوديعة السعودية، كشف التقرير عن فساد مضاربة نتيجة اعتماد البنك المركزي أسعار صرف أقل بكثير من السعر السائد في السوق. تسبب ذلك بهدر أكثر من 48 مليار ريال خلال 4 أشهر فقط. وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فقد نقلت اللجنة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تغيير قيادة البنك لأسعار الصرف لتمرير اعتمادات لبعض التجار دون غيرهم، وقد تسبب هذا التلاعب بهدر أموال ضخمة واستفادة القائمين على ذلك من فوارق سعر الصرف بصورة غير مشروعة. وفيما يخص الاحتياطي من العملات الصعبة في تمويل الاعتمادات الخارجية، فقد ترتب عليه إهدار أكثر من 61 مليار ريال، وإذا كان هذا الهدر خلال 4 أشهر فقط، فللمواطن أن يتخيل حجم المبالغ التي راكمتها السنوات الماضية ولا تزال. التقرير أشار أيضاً إلى مبلغ 147 مليون ريال سعودي تم تحويلها إلى كاك بنك لتنفيذ عمليات مصارفة، لكن البنك لم يورد ما يعادلها إلى البنك المركزي، وهذا المبلغ ليس وحده الذي اختفى من السجلات الرسمية، فقد ذكر التقرير أن المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار لا يعرف مصيرها حتى الآن. كل هذا الفساد تعاقبت عليه قيادات البنك المركزي بدءاً من محمد زمام وليس انتهاءً بحافظ معياد وشكيب حبيشي وغيرهم، فقد أشار التقرير البرلماني إلى أن الصراع بين هذه القيادات أثر سلباً على أداء البنك وأضعف الثقة بهذه المؤسسة السيادية، ليس على المستوى المحلي فقط بل وعلى الصعيد الإقليمي والدولي كذلك. يراقب هادي ومعين هذا الفساد بل ويعرفون أكثر من ذلك، لكن يبدو أن قيادة الدولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه الدائرة، فحماية الفساد رغم وصوله إلى هذا الحد لا يمكن تفسيره إلا أن الجميع مستفيد منه. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي نخصصها للحديث عن التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة البنك أو عفوا من قبل رئاسة البرلمان، اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقييم أوضاع البنك المركزي اليمني بكشف
عن أحوال والأوضاع الاقتصادية. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو في هذه الحلقة السيد حسام الساعدي الباحث الاقتصادي. أهلا بك حسام. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذا تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقييم أوضاع البنك المركزي اليمني، كيف وجدت محتوى؟ في حقيقة الحال المحتوى غني بالكثير من التفاصيل، نتمنى أننا نستطيع أن نتناولها جميعها. هناك هدر في الأموال تم تثبيتها، وهناك بعض النقاط غير واضحة، لكن يبدو أنه التقرير كان إلى حد ما لم يستطع الوصول إلى غايته الكاملة في تصوري الشخصي، لكن في نهاية المطاف لدينا بعض النقاط الهامة التي يجب الإشارة إليها. ما هي أبرزها؟ أبرزها نعم، تحدث التقرير في الحقيقة عن أهم نقطة، وهي كانت من أسباب تشكيل هذه اللجنة ما يتعلق بتقرير الخبراء والسحب من الوديعة السعودية من جهة، تقرير الخبراء تقرير الخبراء تبع نعم المجلس الأمن صحيح، وأيضا التقرير الخاص بالتدخل في السوق عن طريق شراء وبيع العملات المرتبط بالمذكرة الشهيرة للمحافظة البنك السابق معياد. هذين النقطتين الأساسيتين بالإضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بعمل المؤسسات الأخرى. فيما يخص في البداية، طبعا كان من ضمن أهم الملاحظات الجوهرية للتقرير أن طبعا ملاحظة أخرى قبل أن أذكرها، التقرير اعتمد في هذه الجزئية في الواقع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذه النقطة بالذات المتعلقة في التدخل في الوديعة والتدخل أيضا في المضاربة في السوق. فابتداء فيما يخص الوديعة تحدث التقرير لكن فقط عن فترة 4 شهور، وهي الفترة التي قام فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضا بإصدار تقرير حول هذا الإطار. فالتقرير البرلماني هو قام أيضا بأخذ هذه المخرجات ونشرها مجددا. هناك هدر في هذا الإطار يصل إلى 51 مليار ريال، عبارة عن فوارق بين أسعار السوق وبين السعر الذي قام بتدخل البنك المركزي قام بتدخل عن طريقه، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل تقريبا إلى حوالي 9 مليار ريال، هي النتيجة عن آليات المضاربة والتدخل في السوق عن طريق المضاربة وبيع وشراء العملات. هذه نقطة جوهرية، النقطة الأولى. نقاط أخرى أيضا، تحدث التقرير عن وجود تغييرات تفضيلية في الأسعار أيضا، مثلا يتم شراء أو تمويل تاجر معين بسعر معين ثم بعد فترة يتم تخفيض السعر، فمثلا بعض إحدى الشركات تم تخفيض السعر بعد فترة من إجراء العملية الأولى من 530 سعر ريال الدولار الواحد نعم أمام إلى 440 نعم. هذا جزء. الجزء الآخر أيضا مخالف لآلية الاعتمادات المستندية، مثلا يتم دعم لاحق بعد الاستيراد بفترة، يعني يتم الاستيراد مسبق ثم بعد ذلك يأتي الاعتماد المستندي وبسعر لاحق، وهذه العملية شبهات فساد كبيرة. أيضا من جانب النقاط الأخرى، أن هناك تم تمويل لسلع غير السلع الأساسية الخمس المذكورة في القرار 75 قرار مجلس الوزراء، مثل الدواجن والمستلزمات الطبية وفول الصويا بمقدار 213 مليون دولار، بمعنى أن من الوديعة السعودية. نعم. والوديعة السعودية مخصصة للسلع الأساسية، للسلع الأساسية وفقا لقرار القمح، الأرز، حليب الأطفال إلى آخره. هذا الأمر يعد مباشرة مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 75، وهو قرار مهم لأنه حدد التدخل للسلع الأساسية، وبالتالي لوحظ من خلال التقرير أن هناك سلع أخرى غير السلع الأساسية تم تمويلها. أيضا ورد في التقرير على لسان بعض الجهات الحكومية التي تم زيارتها، مثلا أن هناك دفعتين من الوديعة السعودية تم بيعها بسعر 380 ريال للدولار، وهذا سعر متدني للغاية، وهو سعر يقل بكثير أو بحوالي 60 ريال عن أقل سعر ورد في تقرير الخبراء. لكن هذا التقرير أيضا هذه النقطة بالذات لم يفرد لها التقرير الكثير من التفاصيل. هناك نعم. نقطة يعني فيما يتعلق بملف اختفاء الوديعة السعودية، ودعونا يعني نشاهد هذه الوثيقة على يعني هذا التقرير الذي نناقشه اليوم. هناك فيما يتعلق بملف اختفاء الوديعة السعودية ونحن نشير إلى ذلك. إذا فيما يتعلق بالوديعة السعودية، هناك العديد من المنح غير المعروف مصيرها، منها منحة بمبلغ 200 مليون دولار قدمت من السعودية لم يعرف مصيرها في هذا السياق. نعم، هذه المنحة مقدار 200 مليون دولار تم تسليمها إلى البنك المركزي تقريبا في أكتوبر عام 2018، هذا التاريخ هنا. طبعا ورد في التقرير أنه تم سؤال وزير المالية عنها وأجاب بأنه لا يعرف لأنها موجودة لدى البنك المركزي، لكن التقرير لم يقدم لدينا في حقيقة الأمر لم يقدم لنا نتيجة
لم يقول بأن هذا المبلغ انعكس في ميزانية البنك المركزي أو في أصول البنك المركزي أو في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، لم يشير إليها نهائيا، وأوردها بشكل مبهم تصريح لوزير المالية بأنه لا يعرف، بالرغم أن وزارة المالية ممثلة في مجلس إدارة البنك المركزي، لكن مع ذلك بقي الأمر مبهم ولا نعرف ما هو مصيرها فعلا، هل انعكست بالفعل في ميزانية البنك المركزي أو لا. ليست هذه فقط، هناك أيضا نقطة جوهرية وردت. فمثلا تم ذكر على لسان المسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال أن هناك مبلغ 400 مليون ريال سعودي يورد إلى خزائن البنك المركزي شهريا، وقال بأنه لا توجد عليه رقابة، ولا نعرف هل فعلا انعكس هذا الأمر على ميزانية البنك المركزي وهل فعلا هذا الرقم موجود. الاستنتاجات والاستخلاصات النهائية للتقرير لم تشير إلى هذه النقطة نهائيا. وعلى أي أساس تعطى؟ نعم، على أي أساس وكيف تصرف ولماذا؟ هل هي مثلا في الجانب العسكري؟ هل هنا مرتبطة بوزارة معينة، بقرارات من وزارات معينة؟ هل تصرف بأوامر من رئاسة الوزراء؟ كيف يتم التصرف بها؟ هذا الإطار أيضا لم تجد، حتى هذه الملاحظة على أهميتها لم ترد في الاستخلاصات النهائية للتقرير، وهذه من ضمن الهنات التي تأخذ على هذا التقرير. من ضمن أيضا أن هناك 147 مليون ريال سعودي تم تسليمها إلى بنك إلى كاك بنك، ولكن لم يقوم بتغطية البديل، لأنه يفترض حسب آلية الوديعة وآلية الاعتمادات بشكل عام والمضاربة، حتى أنه في حال قيام البنك معين أو عبر شركة صرفة معينة أو إلى آخره بالتدخل، يجب أيضا في المقابل أن تورد الأموال إلى خزائن البنك نقدا في عدن، وهذا الأمر طبعا من ضمن الملاحظات التي وردت في التقرير ولم يتم التوضيح بخصوصها. يعني كيف تفسر مثل هذه النقطة؟ في حقيقة الأمر نصل إلى نقطة مهمة، وهي كقراءة أولية لهذا التقرير تجد أن هناك نوع من تشابك المصالح بين قيادات في البنك المركزي وبين التجار من جهة وبين البنوك من جهة. فأولا ينص القرار 75 للحكومة، يعني ليس فقط كاك بنك، هناك نعم بنوك آخرين أو جهات نعم تجارية نعم أخرى. نعم سأذكرها. أولا أود أن أنبه أن القرار 75 للحكومة وهو صادر تقريبا في 4/9/2018، ولم تسبق هذا القرار سوى دفعة واحدة من الوديعة السعودية فقط. يقول القرار بأنه يجب أن تكون الاعتمادات المستندية متاحة لكل البنوك ولكل التجار وبسعر السوق، وبالتالي لكن كمان نلاحظ أن هناك كان ما الذي حدث على أرض الواقع؟ الذي حدث على أرض الواقع وفقا لتقارير مختلفة، منها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء والتقرير الذي بين أيدينا وتقرير الخبراء، بأن السعر السوق تم تقييمه بشكل منخفض، بمعنى أن الأسعار التي تم تمويلها للتجار أو تقديمها للاعتمادات المستندة أو حتى للمضاربة فيما بعد هي أقل بكثير من سعر السوق ناقصا منه هامش المضاربة، بمعنى من قبل تم تحديدها من قبل البنك المركزي قيادة نعم البنك المركزي. طبعا هناك ولمن أعطيت لأي جهات؟ أعطيت لجهات مختلفة مثل عبارة عن تجار وشركات مختلفة مثلا. يعني هنا أنت أشرت إلى كاك بنك، من أيضا؟ أيضا هذه النقطة سأعود إليها. أنا ذكرت أن هناك ما يشبه شبكة المصالح، فمثلا في عهد المحافظ زمام كانت معظم العمليات التدخل في السوق تمت عبر شركة الكريمي أو بنك الكريمي يعني، وبإضافة إلى عمليتين تقريبا تمت عن طريق بنك التضامن، حينما جامع عياد أزاح البنكين وقام بإجراءات المضاربة بشكل أكبر عن طريق كاك بنك. أيضا هناك كما ذكرت في البداية وتم ذكر الشركات بالاسم في متن التقرير تتحدث عن معاملات تفضيلية للشركات، بمعنى أن التعامل لم يكن واحدا، وهذا يعني حينما تتم الشراء عن طريق بنك واحد يعني أنك تمنحه قوة في السوق على حساب المنافسين، وكان يفترض وفقا للقرار أن يتم القرار أو أن يتم التدخل بناء عن سعر السوق وعن طريق كل البنوك، بمعنى يجب أن تكون هناك آلية تختار عن طريقها من هو البنك المناسب أو من هو التاجر الذي يستحق التدخل، وأن يكون هناك أيضا أثناء منح هذا الاعتماد أو حتى أثناء تدخل الشراء في السوق أن تكون هناك محاضر لتثبيت الأسعار التي تم الشراء من خلالها، سواء محضر بين البنك المركزي والبنك الطرف أو البنك اللي هو الطرف في المعاملة وبقية الصرافين. وهذا الأمر كما اطلعت أنا لم أجد المحاضر هذه، وأيضا لا توجد عمليات إقفال محاسبية. طبعا هذا كان مدخل لانتقاد الفكرة القائلة بأن السعر الوارد مثلا في مذكرات معياد أو حتى في تقرير الخبراء هو سعر غير حقيقي، معناه محسوب بشكل غير دقيق، لأنه الانتقادات التي وردت من ضمنها أن الأسعار نعم تفضل. لكن أنت ضعنا هنا في السياق الزمني حسام، لأن يعني نتحدث عن بداية فترة يعني كانت قيادة البنك المركزي فيها اختلفت تقريبا صحيح. ثلاث
محافظين للبنك المركزي خلال تقريبا العام تقريبا في عام 2018 من بدايته إلى نهايته. حدثنا مع الربط الزمني لكل رئاسة بنك. جيد، في البداية كان تعيين القعيطي محافظة للبنك وأثناء نقل البنك مباشرة إلى عدن، وكان من أبرز القرارات القعيطي هي إصدار النقد الجديد، هذه أبرز قراراته. أما ما يتعلق بالوديعة السعودية فصدرت في عهد زمام، وهو الموقع الإصدار النقدي تقصد فيه طباعة الأموال النقود المعروفة الآن بالقعيطي. ثم بعد ذلك زمام كان أبرز التدخلات لزمام هي التوقيع على الوديعة السعودية، هو وقع عن الجانب اليمني، وهذه الاتفاقية طبعا لم تنشر بعد حتى الآن. هل أشير في التقرير اللجنة البرلمانية عن ملابسات الوديعة السعودية؟ أشير بأن لا توجد نسخة حتى الآن، لم تستطيع اللجنة الحصول على نسخة. اللجنة البرلمانية المخصصة وأيضا حتى لهذا الموضوع لم تستطع الوصول إلى ملابسات طبيعة الوديعة السعودية وما صحيح. هي طبيعة يعني ما هي الاتفاقية بين الجانب اليمني والجانب السعودي. حتى تقريبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحدث بنفس الصيغة. طبعا الإشكالية الحقيقة في التقرير البرلماني هو سبب قانوني تشكيل اللجنة وإلى آخره، وهذا سبب آخر لا نريد الخوض فيه. ثم كان من أبرز التدخلات لزمام المعين من تاريخ 18/2/2018 إلى 20/3/2019، كانت أبرزها هي السحب من الوديعة السعودية. وطبعا زمام أعلن في مذكرة أخرى ردا على تقرير الخبراء بأن تدخله في السوق كان قائم على أخذ متوسط من السوق وبيع مع خصم هامش للمضاربة والبيع على أساسه، لكن طبعا تقرير فريق الخبراء كان على الضد من ذلك ويقول بأن الأمر هذا شابه الكثير من الفساد. أيضا تقرير اللجنة البرلمانية التي بين يدينا وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. الغريب في الكلام أنه صحيح أن زمام، وهذا أمر يحسب له، أنه أصدر مذكرة أيضا في البداية إلى بن دغر كان رئيس الوزراء حينها، وذكر فيها هذه الآلية بأنها الآلية قائمة على المتوسط المرجح، لكن لم ترفق مع تلك المذكرة أي محاضر توضح فعلا أنه هذه الأسعار هي تعكس أسعار السوق بشكل مباشر. طبعا في نهاية فترة زمام تقريبا هو وجه مذكرة بشأن السعر 440، كان أقل سعر تم تداول أو سحب الوديعة من خلاله وبيعها. تحدث أنه في مذكرة مؤرخة 9/3/2019 وهي عبارة عن مذكرة تغطية، قال فيها بأن الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية ضغطوا وهو كان قرار مخالف لما طرحته لجنة التداول، وهي لجنة تمثل طرف البنك المركزي، وضغطوا على بقاء السعر منخفضا. من كان رئيس الحكومة؟ معين ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معين. وتم نشر المحضر طبعا موقعا بهذا، وهذا الأمر يعكس أنه الحكومة أيضا خالفت القرار 75 نفسها بهذا الإطار، ولذلك هذا تحسب لزمام. هذا قبل أيام من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي صحيح. حافظ معياد كان. يعني هذه المذكرة كانت مؤرخة بمذكرة زمام 9/3/2019 وتم عزله في 20/9/2019، يعني الفارق بسيط جدا. ولذلك في هذا الإطار، لكن في نهاية الأمر لا توجد محاضر تثبت فعلا بأن سعر السوق وما تم حسابه عن طريق البنك المركزي، وهذا الأمر يضع شبهة الفساد أو يظهر شبهة الفساد. طيب نحن زمنيا هنا تم تغيير محافظ البنك المركزي زمام في مارس 2018 وتم تعيين الفضلي، يعني تم تعيين وقتها حافظ معياد، ومن ثم تم تعيين الفضلي في سبتمبر تقريبا. الفضلي في سبتمبر 2018. طيب دعنا نستعرض هذه ال يعني النقطة أو الجزئية أيضا فيما يتعلق بهذا التقرير. تم استخدام أسعار صرف مختلفة لتمويل اعتمادات الواردات من الوديعة السعودية والتي بدأت خلال الفترة من 13/10/2018، وذلك بسعر صرف 497 ريال لكل دولار، ثم 585 لكل دولار، ثم 570 548 530، ثم 520 إلى آخره. وابتداء من 3 ديسمبر 2018 تم استخدام معادل 440 ريال لكل دولار، استمر إلى نهاية الدفع. وفقا لتقرير الجهاز فقد كان أعلى معدل استنزاف لاحتياط الوديعة دون وجه حق عند مستوى سعر الصرف 440 ريال لكل دولار، حيث بلغت نسبة الهدر المباشر من الاحتياط عند هذا المستوى خلال فترة الأربعة أشهر التي غطاها تقرير الجهاز ما يقارب 23%. هذه الأرقام متى كانت؟ الأربع الأشهر التي يتحدث عنها التقرير؟ تقرير الجهاز المركزي تحدث عن الفترة من أكتوبر 2018 إلى فبراير 2019 إذا لم تخن الذاكرة،
وهي تقريبا المصادر الوحيدة التي استطاع الحصول عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذا الذي أتيح له. نعم، لكن التقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة تحدث عن فترة أطول طبعا. نعم. هذه أيضا نقطة مما سبق يتبين أن إجمالي عمليات البنك المركزي في توظيف الاحتياطي من العملات الصعبة في تمويل الاعتمادات والتدخل المباشر في عمليات السوق المفتوح ترتب عليه إهدار نحو 61 مليار و305 مليون وكسور ريال يمني من المعادل للاحتياطات الأجنبية المستخدمة خلال الفترة المذكورة. نعم، هذا الرقم سنعرض تفاصيله وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية. تفضل. 48 مليار ريال كان نتيجة السحب من الاعتمادات المستندة، يعني السحب من الوديعة السعودية، ومنها 2 مليار و755 مليون عبارة عن هدر من الموارد الذاتية، يعني خارج الوديعة السعودية. فإجمالي من هذا المبلغ 51 مليار تم هدرها فيما يخص الاعتمادات المستندية، يعني بما يخص تمويل السلع، ومنها حوالي 9.8 مليار ريال نتيجة المضاربة والتدخل في السوق مباشرة. يعني الجزء الآخر، يعني لدينا مشكلتان. نعم، لدينا مشكلتان، المجموع 61، مشكلتان كما ذكرت في البداية، هي مشكلة متعلقة بالوديعة السعودية وهي التي تركز حولها تقرير الخبراء، والمشكلة الأخرى متعلقة بالمضاربة في السوق وشراء العملات الصعبة أو بيعها. لم يتطرق لها تقرير خبراء. لم يتطرق لها الخبراء، لكن يثير حولها الجدل بعد مذكرات معياد المعروفة حول هذا الطرح. عموما، وفقا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن الإجمالي لآلية الاعتمادات المستندية 51 مليار، يضاف إليها 9.8 إجمالي الهدر المتعلق بالتدخل في السوق، طبعا بإجمالي 61. قد يقول قائل بأنه الأسعار هذه لا تعكس الواقع، معنى أسعار السوق، لكن هناك مذكرة مهمة جدا، وهي المذكرة التي بموجبها تم عزل المحافظ معياد، تم توجيهها من قبل نائب المحافظ الأستاذ شكيب القبيشي، وأيضا توقيع ثلاثة من أعضاء وفقا للقانون أعضاء مجلس الإدارة. ذكرت أن معياد هذه قبل تعيين الفضل المحافظ. نعم، هي كانت السبب المسبب أو الذي تقدمها مجلس الإدارة لمطالبة بعزل معياد. قال فيها بأن عمليات المضاربة في السوق استمرت في عهد المحافظة الجديد وفقا لما كان في السلف، بمعنى أنها إقرار جزئي من مجلس الإدارة بأن المحافظ زمام كان أيضا يتدخل في السوق بآلية تؤدي إلى هدر المال العام، وأن خلال 3 شهور ونصف تقريبا ولم يتحدث حينها طاقم مجلس. نعم، إدارة البنك. صحيح. حول هذه. نعم، الجزئيات. نعم، لأنه قالوا بالنص أنه كسلفه، يعني كالمحافظ السابق، وذكر أن إجمالي الهدر في المضاربة يصل إلى 3 مليارات وتقريبا ونصف مليار ريال نتيجة المضاربة في السوق لشراء العملات، وهذا أيضا كان ضد معياد. وأيضا كان التقرير من ضمن الأسباب، منها مثلا أسعار تفضيلية لكاك بنك، مثلا أسعار تفضيلية للتجار، معنى أنه حتى أن التجار كانوا يحصلوا على التمويل من الاعتمادات المستندية ولم يقوموا بتوريد المقابل بالريال اليمني بوقتها، وهذا الآن بيعطيه فيما يتعلق بهذه النقاط وفي التقرير بشكل عام. دعنا نشك معنا بالحوار سيد أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن الذي انضم لنا عبر الهاتف، ورحب بك سيد أبو بكر. إذن كيف تابعت ما ورد في التقرير من فضائح فساد في البنك المركزي؟ أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا. طبعا التقرير هو انا بالنسبه لي انا عايش تفاصيل اليوميه في الفساد وفي مواضيع العمله والقطاع الخاص. بالنسبه لي هو تحصيل حاصل، يعني الناس كلها تعلم بذلك قبل ان يتم، يعني على علم بما يدور في. تؤكد يعني من وجهه نظرك تؤكد صحه كل ما ورد فيه؟ الاداره لا، ما أقدر أقول كله، لكن أنا أقدر أقول اللي قلته أنا أأكده. أما البقية أنا لا أعلم هل هو قالوه صحيح أو لا صحيح، وأنا صراحة لم أقرأ كل التقرير، لكن أنا يعني في النتيجة النهائية أنه اللي حاصل هذا هو بسبب الفساد وبسبب عدم سوء الإدارة. يعني حتى لو كان يعني بقالة صغيرة وسوء إدارة فيها، نتائجها بتكون مثل هذا وأكثر. يعني ما بالك في بنك مركزي يمثل دولة، يمثل شرعية، ووضعه بهذا الشكل. يعني أنت يعني بعد أربعة
محافظين تم تغييرهم او استبدالهم، يعني وكانه يعني نحن يريد نحن او حد يريد نحن نوصل لما وصلنا اليه، لا ما في تحسن. يعني يتحسن مثلا شهر شهرين مع فتره من فترات او كذا ويعود على ما هو عليه. فالمشكله اساسا في سوء الاداره. انا قلت لهم مره وقلت لهم اذا ليست العمليه عمليه مال، لان المال مثلا في العراق 3 مليون برميل يوميا من البترول يصدر، دخلهم يوميا لا يقل عن 250 مليون دولار تقريبا او 200 مليون دولار، ولكن هل هذه دوله فاشله او ناجحه؟ قالوا فاشله. قلنا اذا المشكله ليست في المال، المشكله في اداره المال، احنا عندنا سوء اداره. لا لكن يعني قد يقول قائل ان ليس فقط البنك المركزي سيد ابو بكر، ليس فقط البنك المركزي هو يعني المعني في هذه التقارير، وكما اشار تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن يبدو ان القطاع الخاص عبر الشركات الكبيره التجاريه الكبيره كانت يعني مستفيده ومتواطئه قد يقول قائل، وربما متسببه بشكل او باخر بما يحدث ايضا. شوف القطاع الخاص اذا كان العمليه فيها تنافس في الفساد فكل من لديه اكثر بيدفع اكثر. هذا خلوا في بالك لانه الانسان قطاع خاص، لكن الاشكاليه الاساسيه في صاحب القرار. مش اللي يشتري، في البائع، في اللي صاحب القرار، من هو صاحب القرار؟ هل هو يسمح بالفساد؟ هو اللي يسمح بانه يكون هكذا، يكون بعض القطاع الخاص انه يكون بهذا السلوك؟ لأن أنا أولا بالنسبة لحق الوجيعة يعني حتى يعني 3 شهور أو 4 شهور تحسن الوضع وانهار فيما بعد. إذا ما في متابعة من الإدارة نفسها اللي قائمة بالعمل هذا. يعني في إشكالية، في خلل، في مثلا إذا كانت في رشوة. أنا قلت لهم بصراحة، أنا قلت لأصحاب المجلس الأمني لما جاوا عنده واجتمعوا معي، قلت لهم انا من هو صاحب القرار الاخير؟ اذا كان مساله الا ولله نصر ان القطاع الخاص هو سبب اساسي، لكن ما هو من هو صاحب القرار؟ صاحب القرار الاساسي هو صاحب الوديعه، هو اللي يوافق في الاخير على هذا التاجر او ذاك. فلا اعتقد في السعوديه او في اي دوله كذا انها بتدخل في الفساد الى هذه المرحله. لكن الإشكالية في سوء الإدارة اختيار التاجر، اختيار المادة كرئيس للغرفة التجارية. سيد أبو بكر، الوسائل نفسها كانت خطأ. نعم، ما هي المقترحات التي يمكن أن يتم الحديث عنها فيما يتعلق ببيع العملة الصعبة، فيما يتعلق بالاعتمادات، فيما يتعلق بالكثير من النقاط التي وردت في هذا التقرير؟ ما هي التوصيات التي يمكن أن تقدمها يعني اختصار إذا سمحت؟ أول حاجة الرجل المناسب في المكان المناسب. الشيء الثاني يعني قاعدة العقاب والثواب. الأمر عندنا الآن سايب، والمال السايب يعلم السرقة. أول حاجة إذا أنا تكلمت برضو مع السفراء لما يجوا الأوروبيين قالوا عندنا دعم، قلت الدعم لمن؟ أنتم جربتوا ولا ما جربتوا السابق؟ جربنا. كيف كانت النتائج؟ إذا كانت النتائج كويسة استمروا في الدعم، وإذا كان سيئة إذا لازم في خلل في مكان ما. نحن عندنا إشكالية في سوء الإدارة في أي مكان. قلت لك في البداية أي حاجة إذا كان يعني تتكرر الأخطاء فإذا في تعمد فيها أو أنه عدم فهم، والاثنين أسوأ من بعضها البعض. بتقديرك لماذا الحكومة والرئاسة صامتة عن هذا الفساد أو سوء الإدارة هذا؟ والله يعني والله انا شخص اقولها في وجه الحكومه وفي كل مكان، لكن انا في الاخير قلت لك هي منظومه متكامله. انا ضربت لهم مثل مره من المرات، قلت لهم مثلا لو تحسنت الميناء تحسن كل شيء في الميناء، من جمارك، من تسعيره، من تفتيش، من كل حاجه. وهو خارج التاجر بالبحريات حقه اوقفه واحد عسكري في النقطه وقال له ممنوع تخرج. هل تعتبر انت العمليه كلها ناجحه ولا فاشله؟ اذا فاشله والوضع عسكري. لان عمليه منظومه كامله متكامله، لا يمكن انا يعني احسب انه صار تمام كويس من الداخل ولما اوصل هنا يصير خطا. اذا في خطا. هي بصراحه
انا الناس تموت، الناس تموت اليوم ب 1600 ريال للدولار، 1600 تعرف يعني 1000 دولار يعمل لك مليون و600 الف. ايش وين رايحين هنا؟ وضحت النقطة. اذا كان التاجر خطايا يحبسونه، ايش دولك؟ شكرا. شكرا لك سيد أبو بكر بعبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. نعود لنستعرض هذه الوثيقة أيضا حول رفض قيادة البنك المركزي والمحافظ ونائبه التعامل مع اللجنة البرلمانية، نتابع. إذن وبالرغم من ذلك فإن اللجنة لم تتعامل بردة فعل، ولكنها بحثت عن وسائل أخرى بهدف توصيل الرسالة للمحافظ ونائبه، القصد محافظ البنك المركزي، إذ تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك وللمحافظ ولنائبه وكذا رقم الواتس الخاص بنائب المحافظ، وتم استلامها ولم يردا. وليس ذلك فحسب، بل إن اللجنة كلفت اثنين من أعضائها أو أعضاء اللجنة تربطهما علاقة طيبة بالأخ المحافظ للتواصل معه واللقاء به مباشرة لإقناعه بتسهيل مهمة اللجنة، ولكن دون جدوى. بتقديرك حسام، لماذا لم يتم التعامل مع اللجنة البرلمانية من قبل إدارة البنك المركزي يعني التي على الأقل نائب المحافظ كان قد سبق و يعني بعث ببرقيات أو رسائل حول أداء المحافظين السابقين في ذلك؟ طبعا قيادة البنك المركزي تعتمد على ما ورد في قانون البنك المركزي الذي ينص، يعني لا أقول ينص لأن لا أحفظ المادة بالكامل، ولكن ينص على أن فيما يعني بأن التفتيش أو الرقابة على عمليات البنك المركزي منوطة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتوجيه من رئيس الوزراء، وأيضا أي مراجع آخر يراه رئيس الوزراء. فكانت وجهة النظر لدى قيادة البنك المركزي بأنه ما دام أن اللجنة قادمة من البرلمان وليست قادمة بشكل مباشر من رئيس الوزراء، فلذلك لم يتم التعامل معها. لكن أيضا ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نفسه أيضا شكاوى من عدم التعاون معها. في تصوري هذا الأمر سلبي، كان يجب على الأقل التعامل مع البنك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفته جهة مشرع لها بالقانون التدخل والرقابة. هو يقول أيضا للزملاء في الكنترول أنه نحن حاولنا التواصل مع المتحدث باسم البنك المركزي لكنه رفض التعليق حول هذا التقرير في الحلقة. نعم، أيضا هناك هي مذكرتان أصدر البنك أو المحافظة البنك مذكرة إلى الأخ رئيس الجمهورية عنوانها، وطلب منه التدخل المحافظ الحالي تقصد تقريبا، نعم، طلب منه التدخل لوقف ما اسمها عملية التدخل في عمل البنك المركزي، وهذا كان يهدف إلى مواجهة اللجنة البرلمانية الحالية وأيضا التوجيه الذي جاء من لجنة مكافحة الفساد. وهناك مذكرة انتشرت أيضا في الإعلام تم الرد فيها أيضا تقريبا إذا لم تخني الذاكرة، هي موقعة أيضا من الفضلي للرد على هيئة مكافحة الفساد باعتبارها هيئة غير مختصة كما ذكر. لكن بكل الأحوال كان يجب على الأقل أن يتم توضيح للرأي العام ما دام وقد انتشر الخبر بهذه الطريقة وانتشرت التفاصيل الإعلامية. يعني كان يجب على الأقل تقرير أممي فيما يتعلق وكان يجب على الأقل يعني من مبدأ الشفافية والحوكمة أن يتم الرد طيب. أو التفاعل مع الجهات المختصة. نعم. في هذا السياق يعني يقول تقرير أن اللجنة الاقتصادية تحولت من لجنة استشارية إلى لجنة تنفيذية واختزلت مهامها بثلاثة أشخاص فقط، مقتصرا نشاطها على مجالي المصارفة واستيراد المشتقات فقط والتربح من وراء ذلك. ليس فقط البنك المركزي، أيضا يتحدث عن اللجنة الاقتصادية العليا تقريبا. نعم. بتقديرك هل رئيس الحكومة على علم بذلك؟ طبعا موضوع اللجنة الاقتصادية الحقيقة موضوع ذو شجون إذا صح التعبير. في عام 2008 أو 2009 تم تشكيل بقرار جمهوري تم تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو يتكون أو يتشكل من الجهات التنفيذية يعني من رئيس الوزراء ومن أعضاء في الحكومة. مشكلة اللجنة الاقتصادية طبعا أنها لجنة جاءت للقفز على المؤسسات الحالية الموجودة التنفيذية في الجهاز البيروقراطي للدولة نفسه، وتحولت من جهة استشارية أيضا إلى جهة تنفيذية فعلا. فهي متى كان يعني لو تم تعيينها بقرار جمهوري؟ نعم. غالبا في عام 2018 إذا لم تخني الذاكرة. اللجنة كانت هذه إشكالية أصلا، تشكيل لجنة تتصادم سواء تصادمت مع الجهاز المركزي عفوا مع البنك المركزي من جهة، مع بعض الوزارات أيضا من جهة، وبالتالي خلقت نوع من عدم الانسجام بين مؤسسات الدولة نفسها.
كان يجب أن تبقى إما هيئة استشارية أو كما يحدث الآن أن يعود إحياء المجلس الاقتصادي الأعلى. طيب بتقديرك حسام، هل كانت الإشكاليات في اختلاف وجهات النظر الإدارية لكيف يدار الاقتصاد أم كانت إشكاليات سياسية؟ طبعا الخلفية السياسية معروفة مثلا لرئيس اللجنة السابق، وكان هناك أيضا خلافات أخرى تتعلق في التدخل في السوق المباشر مثلا. أيضا يبدو أن اللجنة الاقتصادية العليا كان لديها أيضا تأثير على مجلس الوزراء أيضا، بمعنى في المذكرة التي رفعها زمام سبق ذكرناها كان يطالب أو تطالب لجنة التدخل في البنك المركزي برفع السعر من 440 إلى سعر أعلى يمثل سعر السوق، لكن يبدو حينها أن اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء، وهذا الأمر مخالف للقرار 75 نفسه، معنى أن مجلس الوزراء خالف نفسه أولا، طرح بقاء القرار إلى شهر يونيو 2019، وبالتالي يبدو أنه نعم نعم، وبالتالي يبدو أنه اللجنة الاقتصادية كان لديها أيضا تأثير حتى على داخل مجلس يعني الوزراء. يعني يمكن الفهم أن هناك محاولة للحصول على نصيب أكبر مما يجري. هو كان يجب أن يتم رفع السعر بحيث يعكس السعر الحقيقي الموجود في السوق، لأن 440 لم يكن يمثل فعلا السعر الحقيقي للسوق، هذا ما أكدته التقارير اللاحقة. لكن كان ذلك النتيجة ذلك أنه تم اعتماد السعر السابق. ما الذي يعني هذا عمل؟ يعني الآن نحن نتحدث بهذه المصطلحات الاقتصادية، ما الذي يعنيه للمواطن البسيط؟ يعني أن التاجر حينما يحصل على اعتماد لتغطية أو لشراء سلعة معينة يحصل على سعر أقل بكثير من سعر السوق، يجب أن ينعكس ذلك كان على السلع هذا أولا، لكن كان يجب عليه أن يحصل على السعر بسعر السوق ناقص هامش المضاربة، يعني بسعر عادل، بمعنى أن لا تذهب الأموال سدى، لأنها من الذي يستفيد في هذه الحالة؟ يستفيد أولا بشكل مباشر طبعا التجار، ولكن هل هناك علاقة؟ التجار الذين حصلوا على هذه الاعتمادات والبنوك التي أيضا قامت بشراء العملات، والبنوك التي قامت بشراء العملة من البنك المركزي، قد يكون هناك شبكات مصالح مرتبطة بالجهات التنفيذية داخل البنك المركزي مرتبطة بهذه المصالح، بمعنى تربح بشكل غير مباشر في البنك المركزي فقط؟ ليس البنك المركزي فقط، لأنه كما ذكرت أن المسؤولية لا تتعلق فقط في البنك المركزي، كما ذكرت من أيضا؟ الحكومة خالفت القرار 75 الذي أصدرته من قبل باعتماد سعر متدني عن سعر السوق، ايضا اللجنه الاقتصاديه مسؤوله ايضا عن التدخلات ويجب عليها ايضا ان تحاسب، وليس ذلك فقط، التقرير كشف عن هشاشه كبيره في حجم في 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 اجهزه الدوله، فمثلا الكثير من الوزارات المعنيه بمراقبه، تخيل ان احد الوزارات تقول بانها مستعده لتقديم كشف بحجم السلع المدعومه شريطة أن يقدمها التجار، يعني ليس لديهم أي آلية للرقابة ومراقبة فعلا، فيما إذا كانت هذه السلع التي استفادت من السعر المخفض ومن العملات الأجنبية هل هي فعلا دخلت إلى البلاد، كم حجمها، هل هي متطابقة مع المبالغ التي قدمت ومع بوليصة الشحن التي طرحت، لا توجد أي معلومات في هذا الإطار. دعنا نشرك معنا في الحوار سيد وحيد الفودعي المحلل الاقتصادي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن، أرحب بك سيد وحيد. إذن يعني اختفاء المنحة السعودية 200 مليون دولار بحسب التقرير البرلماني الذي صدر في مارس الماضي، أين ذهبت بتقديرك؟ وحيد هل تسمعني؟ سيد وحيد؟ هناك إشكالية في وصول الصوت، سنحاول العودة للتواصل مع السيد وحيد. أعود إليك حسام، إذا دعونا نستعرض يعني الوثيقة المتعلقة بإهدار المال العام عن طريق فارق أسعار الصرف بشكل عاجل، وهناك أيضا نقاط أخرى قبل ذلك. إذا أورد تقرير الجهاز رقم 51 نتائج عينة من الممارسات التي قامت بها قيادات البنك في تغيير أسعار الصرف لتمويل واردات اعتمادات لبعض التجار دون غيرهم، وترتب عليها إهدار مباشر لمبالغ كبيرة من أموال البنك، وهي لا شك تعد مؤشرا عن حجم التجاوزات الكبيرة في إدارة عمليات البنك المختلفة. هذه النقطة بعض يعني من أورد في أو بعض ما ورد في التقرير إلى أن قد تبرر بحسب حصة التجار في السوق، هل هذا يبرر ذلك بتقديرك؟ في تصوري كان يجب أن تكون هناك شفافية عالية، وأن يكون هناك يجب أن يكون هناك نسب معينة، لأن دائما التنافس يخلق أسعار أفضل لصالح المواطن من جهة، وأيضا لصالح مبيعات البنك المركزي من الدولار، يعني بمعنى إذا كان هناك تنافس أكبر بمعنى هناك عروض أفضل، وبالتالي الحصول على السلع بأسعار أقل،
هذا يعني تخفيض التكاليف على البنك المركزي من جهة، لكن ما أظن المقصود هنا هو أمور أخرى ليست مثل فقط متعلقة بمثلا بالاعتمادات المستندية. هناك مخالفات ذكرناها في البداية كما ذكرت، بعض الشركات قامت بالاستيراد مثلا تقريبا في شهر أغسطس وحصلت على التمويل بعد 3 أشهر، وهذه تعتبر مخالفة لأنه كان يجب أن تحصل على التمويل وقتها بشكل مباشر. أين المخالفة؟ يعني من المستفيد من هذه المخالفة؟ المستفيد منها هذه الشركة، هذه تعتبر معاملة تفضيلية لأنه كان يجب أن تحصل على سعر السوق وقت شراء العملة، وقت شراء باعتبار أن هناك تدهور في سعر صرف العملة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا 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 كان تم الشراء مثلا بفارق سعر قد تحقق الشركة أرباح كبيرة جدا من هذا الفعل. في حال يعني طيب دعنا يعود إلينا وحيد، أرحب بك مرة أخرى سيد وحيد. كنت سألتك حول اختفاء المنحة السعودية 200 مليون دولار بحسب التقرير البرلماني الذي صدر في مارس الماضي، بتقديرك أين ذهبت؟ مرحبا بكم السادة المشاهدين، ربما لا أستطيع أن أغطي كافة الجزئيات التي تحدث عنها تقرير اللجنة وأيضا تقرير صراحة غير مصرف الذي شاهدناه قبل قليل. التقرير كما نعلم أنه كان في مارس 2021، يعني أكثر من 8 أشهر من لما صدر التقرير من لجنة مجلس النواب. أولا بالنسبة للجنة، معروف أن اللجنة شكلت بعد أن وضع معياد مذكرة في الفيسبوك الخاص به، كانت عبارة عن رسالة رئيس مجلس النواب بأن يقوم بتشكيل لجنة لفحص حسابة البنك. اللجنة طبعا غير قانونية لأنه تحت رئيس مجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة وفقا للائحة المجلس نفسه، بل يجب أن تشكل في جلسة علنية ويوافق عليها المجلس. هذا جانب. الجانب الآخر، ما جدوى من مناقشة مثل هذه التقارير وقد عفى عليها الزمن. يعني قلت في البنك المركزي ما لم يقله مالك في الخمر، ما الداعي لذلك؟ هل ربما نربط تحركات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستعادة الثقة التي هدمها تقرير الخبراء بالتقرير هذا الذي يعني أفردتموه اليوم لمناقشته في قناتكم أم ماذا؟ التقرير قديم، التقرير قد عفى عليه الزمان، هناك مستجدات، نحن أعدينا دراسات حول تقارير الخبراء ومدى عدم يعني نقول مصداقيتها وعدم منهجيتها. واللجنة نفسها أو فريق الخبراء نفسه تراجع عن تقريره في مذكرة رسمية للحكومة اليمنية، فما الداعي لذلك؟ البنك المركزي حاليا يحاول جاهدا استعادة الثقة التي فقدها التقرير سابقا به، فلماذا نعيد مثل هذه الأمور؟ الموضوع الآخر، كل الأرقام التي وردت في التقرير هي عبارة عن نقل من تقرير الخبراء زائد النقل من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذه التقارير أيضا قد نوقشت في أكثر من قناة سواء في قناة بلقيس أو غيرها من القنوات وقلنا فيها الكثير، فلا يوجد داعي لمثل هذه الأمور طالما والموضوع نحن الأخذ على مشارف 2021. يعني وفقا للأرقام التي وردت سيد واحد، وفقا للأرقام التي وردت 61 مليار ريال هدر من العام من المال العام وفقا لهذا التقرير، بتقديرك يعني أين يمكن أن تكون ذهبت؟ كل الأرقام الواردة عبارة عن سيادة نقدية فروقات بين سعر الصرف المعتمد بالاتفاق أو التشاور مع الحكومة وفقا لقانون البنك المركزي اليمني وسعر السوق. احنا متفقين مع القيود الآلية ومتفقين مع الجانب السعودية أن تكون الأسعار الخاصة بالدفعات من المنتجات السعودية أقل من السوق. لماذا؟ من أجل سحب السوق إلى أو المحافظة على سعر توازني معين يستهدفه البنك المركزي اليمني. فتحصل فروقات وتقول فساد. أنت الآن يعني أي شخص ربما يعدم مهما كانت قدرته وقدرته عن إدارة البنك المركزي أو الموافقة على إدارة البنك المركزي اليمني، لأنه هناك سياسة تنفذ وهذه السياسة وفقا للقانون وبالاتفاق مع الحكومة وبالتشاور معها وبسعر أقل من سعر السوق تطلع للفارق ما بين سعر السوق وسعر الودية السعودية تقول لي فساد. أعطينا ما يثبت أنه فساد وبعد ذلك نتحدث، أما السياسة فهذا مو سياسة.
طيب ماذا عن اختفاء المنحة السعودية 200 مليون دولار بحسب التقرير البرلماني؟ البنك المركزي اليمني بحاجة إلى إعادة بناء القدرات، لكن ليس بهذه الطريقة التي تناولها. طيب أسألك سيد وحيد، أعراض كبيرة والحاول الآن استعادتها بغض النظر عن الأشخاص. نعم حبيبي. كيف أثر الصراع بين قيادات البنك واللجنة الاقتصادية، زمام، حافظ معيات، شكيب حبيشي، غيرهم، كيف أثر على أداء البنك بتقديرك؟ أنا أتحدث قليلا أن التقرير نفسه عبارة عن مناكفة. أولا شخصية أنا سألتك سؤال عام الآن سيد وحيد، أنا الآن أسألك سؤالا عاما، أسألك الآن سؤالا عاما سيد وحيد، سيد وحيد أسألك سؤالا عاما بعيدا عن التقرير. نعم. ولجنة البرلمان وتقرير فريق الخبراء الذي قال أن هناك فساد كبير، وأسألك بعيدا عن الحكومة إلى آخره، أسألك كيف أثر الصراع بين قيادات البنك واللجنة الاقتصادية على أداء البنك المركزي؟ أثر بشكل سلبي جدا، الصراع أثر بشكل سلبي جدا، سواء الصراع ما بين رؤساء البنك وبينهم البين أو ما بين البنك المركزي واللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية تحدث عزيزي الدكتور حسام أن تشكيلها كان خلط نقاط، عندما تدخل مؤسسة مستقلة مثل البنك المركزي اليمني تعامل في لجنة يرأسها شخص آخر من خارج الحكومة فهذه مشكلة. كانت هدف إنشاء اللجنة هي ربما نقود الخطأ الذي بدأ. هدف إنشاء اللجنة الاقتصادية هو من أجل السيطرة على قرار البنك المركزي اليمني، بعد أن يكون محافظ البنك أمر بها، وهذه كانت المشكلة الأولى. بدأ البنك المركزي اليمني من الوهلة الأولى يرفض أي قرارات اللجنة الاقتصادية، يرفض أي تدخلات، وبدأ بالمعاكسات ما بين إذا رددنا أسماء العياد والزمام وهكذا خرجت الآن كما المجنة. شكرا لك سيد وحيد الفودعي المحلل الاقتصادي على تواجدك معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك حسام، هناك أيضا وثيقة فيما يتعلق بإيرادات منفذ شحن، لو نستعرضها بشكل سريع. وثيقة منفذ شحن، إذن في جمرك شحن مثلا يتم تحصيل 40% من الإيرادات من إجمالي التحصيل و 60% يذهب للانقلابيين، وأشار إلى أن العجز في موازنة 2021 سيكون كبير ولن تتمكن الحكومة تغطيته من مصادر آمنة غير تضخمية. بشكل عام، إلى أي مدى يستفيد الحوثيين من هذا الفساد أيا كان المتسبب فيه بداخل صفوف الشرعية بتقديرك؟ قبل الإجابة على ذلك أريد أن أعقب بشكل سريع. ذكرنا في البداية بأن مناقشة التقرير تم تداوله إعلاميا، يجب أن يناقش وأن يتم التطرق إلى نقاطه. قد نختلف أو نتفق على آلية تشكيل اللجنة نفسها وآلية طبيعة عملها، لكن في النهاية التقرير موجود يجب أن نناقشه، هذا أولا. أيضا مناقشة التقرير والتركيز على موضوع البنك المركزي في عدن لا يعني استهداف عدن أو السكوت عما يقوم به الحوثيون. نحن تكلمنا من نقاط أخرى، مثلا تقرير الخبراء نفسه تحدث عن 1,800,000,000 دولار يجنيها الحوثيون أو جناها الحوثيون وتم تمويل بها عملياتهم الحربية، ولم الاحتياطي النقدي لا لا غير الاحتياطي من إيرادات تم جنيها في سنة التقرير وتم العبث بها لتمويل الحرب، بالتالي يجب علينا أن نفرق أيضا في هذه النقطة. النقطة الثانية ما ذكره الأستاذ وحيد وهو لديه وجهة نظر وأنا اطلعت على الدراسة التي أعدها، لكن هناك نقطة مهمة، الأسعار التفضيلية هي مخالفة للقرار 75 لأن القرار طيب لأن السادة المشاهدين ربما لا يستطيعوا مشاهدة هذه الفكرة، قد نتطرق إليها لاحقا فيما يتعلق في النقطة التي طرحتها عليك. موضوع الحوثيون، الحقيقة إذا اطلعت على الجزء من التقرير البرلماني الذي قام بعمل مقابلات مع بعض أعضاء الحكومة وزراء وإلى آخره تشاهد أن هناك هشاشة وعدم تنظيم نهائيا بين الجهات المختلفة. فمن جهة مثلا فيما يتعلق بالجمارك، الجمارك بعض المحافظين قاموا بإعلان تخفيضات جمركية بشكل انفرادي وهي ليست من صلاحيتهم بعيدا عن مصلحة الجمارك، وتصل أحيانا التخفيضات إلى 50%، وهذا الأمر يضعف سلطة الجمارك في الرقابة على السلع التي تم دخولها. تحدث التقرير مثلا عن بعض موانئ تم إنشاءها بشكل سريع وتحولت إلى موانئ للتهريب، هكذا ذكرها وزير النقل غالبا إذا لم تخني الذاكرة. النقطة الثالثة، كيف يستفيد الحوثيون، ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضا بأن وأيضا في التقرير البرلماني في اللجنة البرلمانية نقطتان استفاد منها الحوثيون. أولا أن بعض العمليات المضاربة
وفي استفاد منها الحوثيون ايضا، وكان عمليه مضاربه في المناطق غير المحرره، وهذا وردت ايضا في مذكرات مجلس الاداره. والنقطه الثانيه ان الاداره او الرقابه على البنوك تركت تقريبا بين قوسين للحوثيين او للفرع في صنعاء. شكرا لك حسام السعدي الباحث الاقتصادي على تواجدك معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي في امان الله وتحيات طاقم العمل كلها.